أن كان شعرك قصيراً مشاغباً أو لديك خصل طويلة، فلابد أن تمر بيوم أو يومين من الشعر السيء. بالتأكيد قد يعترض الشعر القصير وجهك من حين لآخر، وسبق لخصالك الطويلة التعرف على السوستة أو اثنتين. لكن في نهاية اليوم أيهما يعاني أكثر؟ لا شيء أفضل من التقاط السيلفي بعد تسريح شعرك مباشرة. واو، لابد أن هذا أفضل مظهر لك على الإطلاق. وأجل، لكن تسريحة الشعر الجديدة تأتي مع فاتورة باهظة وبعض الفواتير صادة أكثر من غيرها. لماذا كلما أحببت شعرك أكثر عليك إنفاق المزيد عند زيارة صالون الشعر؟ ليلي، هل أعيرك بعض الدولارات؟ ربما ينفذ رصيدك، لكنك على الأقل ستكونين رائعة. لا يمكن أن يكون قد حان وقت غسيله مجدداً. غسل الشعر القصير وغسل الشعر الطويل مختلفان تماماً. تريدين بعض الشامبو هناك ليلي؟ بالكاد تحتاج بعض الشامبو للشعر القصير، وبذلك تقوم قصيرة الشعر بتوفير المال شهرياً. نعم، لا زالت ليلي تغسله. آمل أنك لم تخططي لشيء في الصباح. إن كان شعرك طويلاً فعليك الاستثمار في مناشف أكثر. واو، كل هذا الماء هناك؟ أوه، أخيراً. حسناً، المنبه جاهز. أخيراً حان وقت الراحة. أوه، ما الذي على وجهك لالي؟ الجميلة بالشعر الطويل يعرفن أن النوم تحد صعب أحياناً. هل ترون قصدي؟ لكن فيكي تستمتع بنوم عميق خال من الشعر. ساعدوني، أنا أغرق في الشعر هنا. أخيراً يمكنني التنفس. حسناً، طفح الكيل. سأكلم صالون الشعر صباحاً وسأحجز موعداً. الاستعداد في الصباح قد يستغرق الكثير من الوقت، لكن إن كان شعرك قصيراً فسيكون الوقت أقصر بكثير. تجفيف الشعر الطويل يستلزم 3 مرات أكثر من الشعر القصير. احذري لانا، ستعانين من ألم في عصب الرسغ بعد كل هذا التجفيف. تبدين رائعة فيكي. مسكينة لانا، يبدو أنها ستبقى هكذا حتى الكريسماس. أوه، هيا يا شعري، هيا. ربما حان الوقت للتفكير في قصه أو غسل شعرك يوم بعد يوم لأجمعه في كعكة وحسب. هل تتمنى لو كان لديك شعر طويل رائع؟ آف، أنا مبتلة. كن حذرا من أمنياتك، قد يشكل الشعر الطويل مشكلة أكبر مما يستحق. أوف. على الأقل لن نهدر المياه. هل جاء الصباح بالفعل؟ أنا بحالة ممتازة، رائع رائع. ليس اليوم، أول الأسبوع. كنت أحتاج لساعتين أخريين من النوم. يبدو أن أمامي عملا لأنهيه. حسناً، انتهيت من المكياج والشعر جاهز. هو السحاب. اخرج من هناك. يبدو الشعر الطويل رائعاً، لكنه يميل لأن يعلق في كل شيء. مزعج جداً، لكن الفتيات بالشعر القصير لا يعانين هذه المشكلة. أوبس، لقد نسيت. أو لا، دعيني أساعدك. يبدو هذا فظيعاً لنا. يبدو أننا جميعاً نحتاج ليد إضافية من حين لآخر.
هيا بنا، التاكسي وصل تقريبا. نسيت حقيبة يدي. لا، حقيبتي تشد شعري. ماذا؟ هل سينتهي هذا؟ إن كنت تريدين شعرا طويلا يجب أن تكوني قادرة على تحمل الألم ذلك. ماء الحمام دافئ الآن. تجفيف هذا الشعر يستغرق دهرا. آمل أن يوقظني هذا الحمام. هل هذا مقزز؟ شعرها يسقط أكثر من شعر الكلب. أوف كيت، لم تنظف البالوعة. لا تراعين مشاعري على الإطلاق. طيب، يمكنني فعلها. يا إلهي، يا 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 يا، متى سأصل لنهايته؟ لا تتقيأ، لا تتقيأ. يا إلهي، وصلت لأكبر جزء. تعيش رابنزل بالأسفل؟ لابد أن هذا الطرف. ماذا؟ إنه عالق. هيا، اخرج. استعداد، اسحب. انظر إلى كل هذا الشعر. أشعر بألم. يا إلهي، يبدو مثل حيوان. لحظة، إنه يتحرك. هذه المقاطع مضحكة. آمل أن تعجب هذه الورود كيت. أنا مستعد. أوف، من الطارق؟ إنها 42 دقيقة. لم أرتدي ملابسي حتى. مرحبا. أنا كيت، تبدين رائعة. هل هذه الباقة لي؟ أجل، شكرا، أنا أعشق الورود. لكن يجب أن أتجهز. سأنتظرك هنا، لن تستغرق وقتا طويلا. طيب، لا تهلعي. ماذا سأفعل أولاً؟ مجفف شعري بالطبع. أتمنى لو كان يحتوي على زر تجفيف فائق. يا إلهي، أشعر بالجوع. لدي وقت للطلب، صحيح؟ لا، ليس الآن. يا إلهي، شكراً، ستسكت هذه البيتزا جوعي. هذه أنا؟ يجب أن أفك شعري المتشابك. أي، هل تعبت معي؟ مر يوم آخر. أتمنى لو كان معي تقويم. دبلت باقة الورود مثل علاقتنا. طيب، انتهيت من الجانب الأيمن. آمل أن أمتلك الطاقة لهذا الجانب. لم أعد أستطيع قراءتها مرة أخرى. لماذا اخترت فتاة مع شعر طويل؟ هلا، يبدو شعري رائعا. إنه ناعم وجاف. يجب أن أذهب لتوماس. طيب، أنا جاهزة. توماس، ماذا حدث لك؟ هذا مستحيل. أظن أننا لن نذهب للعشاء. أجل، حتى الورود ماتت. إنها غلطتي. الشطيرة جاهزة. صنعت هذه الشطيرة لك. تبدو شهية. إنها لذيذة. ماذا؟ هناك شيء فيها. هل هذا الشعر؟ يا، كنت سأختنق بسببه. هذا مقزز. يا إلهي، لابد أن هذا شعري. هذا غير مقبول يا آني. مرحبا. يا، آسفة، حدث ذلك بالغلط.
أبعديها عني، لا يمكنني أكلها الآن. أشعر أن الشعر عالق في حلقي. هلا. هناك شيء عالق. النجدة، أنا أختنق. سأنقذك يا توماس. سأنقذ حياتك. انظر إلى كرة الشعر طائرة. لا. لا شيء يمكنه إيقافها. تسديدة مثالية. آني. آسفة. كدت أموت لمعلوماتك. أجل، أنا آسفة. ستشعرك هذه الشوكولاتة بتحسن. أرجوك. سأسامحك. أنت تعرفين أن الشوكولاتة نقطة ضعفي. هذه الشوكولاتة لذيذة، لكن لحظة، ماذا لو كانت مصنوعة من الشعر؟ كلا، لن أكلها. هل هناك شعر في فمي؟ تصبح دراميا بشكل مفرط أحيانا. واو. واو، أنت سريع للغاية. شعر طويل غبي. جميلة. طيب. أحب هذه الأغنية. ها؟ هاي، ماذا؟ كيف تستمعين إلى الموسيقى؟ السماعات تحت شعري، انظر. رائع، أليس كذلك؟ انتهى المرح. ماذا؟ هذا ليس عدلاً. كان حماماً منعشاً. أبدو رائعاً. ما هذا؟ شعر فائق الطول. لن تمانع كيت مشاركته معي. سأجربه الآن. هل هناك أي فرق؟ ربما أحتاج لبضع رشاط إضافية. هذا يكفي. لا، لم أرغب في شعر بهذا الطول. هل استخدمت البخاخ؟ كيت، ماذا سأفعل الآن؟ اذهب للحلاق أو استمتع بالعيش معه. ممتاز، أنا جاهزة للخروج الآن. هولا، هذه البقعة كبيرة. لا يمكنني ارتداء هذه السترة. لقد تلفت تماماً. لماذا يحدث هذا دائماً؟ هيا. طيب، هل تريد اللعب معي؟ لا، لم تعمل. شعري عالق بشدة. هل يوجد أي شيء يمكنني فعله؟ هيا. كما أكرهك يا شعري الصحي القوي، ليس لدي أي خيار آخر. هل تريدين الذهاب إلى... ماذا يحدث؟ دعيني أساعدك. تحتاجين إلى بعض المساعدة فقط. هذا أفضل. أنت مذهلة. هل تريدين الذهاب؟ هيا استعجلي.
لا شيء يضاهي سهرة للبنات في الخارج بعد يوم عمل طويل. شكراً. شوربة البيض إنها المفضلة لي. يا لا أحد يحب الشعر في الشوربة. يا للقرف. لحسن حظ أمي يمكنها رفع شعرها، لا مشكلة. صوفيا من جهة أخرى لا يمكنها ذلك. يبدو أنك ستحتاجين لدش بعد هذا العشاء يا فتاة. حكمة اليوم: إن كان شعرك فوق الكتف اطلبي سلطة. أوه لا، هناك شعر في شوربتي. على الأقل تعرفين أنه شعرك أنت. فقدت شهيتي فجأة.